ولمناقشة استشراء الفساد في وزارة التجارة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي والناشط المدني الأستاذ عادل الجبوري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. لجنة الاقتصاد النيابية تقول إن الحكومة تلتزم الصمت إزاء استشراء الفساد في وزارة التجارة. لماذا الصمت عن ملف يمس أمن العراقيين الغذائي؟ نعم، مساء الخير عليك وعيد سعيد على مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في الحقيقة الفساد في وزارة التجارة لم يكن فساد حديث العهد، بل تجذر بعد عام 2003 بشركات غير صينة تم التعاقد معها من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وكان آخرها آخر شيء هي التعاقد مع شركة وسيطة تدعى شركة الأويس تجهز السلة الغذائية بأسعار خيالية، رغم اعتراض النواب منهم الأخ السلامي والاقتصاديين وكثير من المحامين ومنهم المحامي طارق المعموري الذي أقام دعوة على الشركة وعلى السيد وزير التجارة السابق في تسعير المواد الغذائية. الفساد مستشري في هذه الشركة بسبب تعاملهم مع شركات وسيطة تعود لأشخاص متنفذين في الدولة، فلذلك لا يجرأ أحد على أن يحاسب هذه الدولة رغم وصول الأخبار إلى السيد السوداني، لكنه لم يفعل أي شيء اتجاه هذه الشركة الوسيطة. الشركة العامة للتجارة الغذائية في العام 2004 صدرت قرار، وأنا كنت أحد المسؤولين في الشركة، كنت مدير متابعة الاستيراد في الشركة، بعدم التعامل مع الشركات الوسيطة نهائيا، ولذلك كنا نستورد من المنشأ مباشرة ويوصل إلى ميناء العقبة الدولي ويتم فحصه من المنشأ بأسعار السوق العالمية. لكن اليوم نشوف المعجون معجون صيني تالف يجيبوه إلى المواطن العراقي. هذه واحدة من الملاحظات أستاذ عادل. أولا كشف أنه الوزارة تشتري علبة معجون الطماطم على سبيل المثال طبعا ضمن السلة الغذائية بحوالي 4000 دينار، فيما تباع في الأسواق ب1000 دينار. هذه نقطة مهمة ومن المفترض أن تكون أرخص بطبيعة الحال. النقطة الأخرى هو تقليص مفردات البطاقة التموينية التي تقلصت من 20 مفردة إلى 4 مفردات فقط. أليس هذا تغييرا سلبيا تجاه ما تعد به الحكومات تجاه المواطنين؟ نعم، المعجون الطماطم هو بالأساس خلوه من الحصة الغذائية على أن يكون من منشأ تركي، لكن نشوف أنه تم التلاعب في المواصفة وأصبح صيني من قبل الشركة المجهزة اللي هي شركة الأويس. زيت الطعام، زيت الطعام تلاعبوا في عقود المشاركة مع هذه الشركة، وقامت هذه الشركة بتجهيز زيت مزرنخ هو زيت فول الصويا بنفس سعر الزيت زيت الذرة، وهذا كتبنا عليه عدة مرات. يعني أنا كتبت حوالي 4-5 مقالات ونشرتها في الصحف، لكن نشوف أنه ماكو أي تجاوب من قبل، رغم أنه متابعة السيد وزير التجارة الحالي الحقيقة الرجل وزير التجارة الحالي الأستاذ أثير هو ابن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ويعرف طريقة الاستيراد، لكنه يضغط على هذه الشركة لغرض أن تتفعل، عندها جهاز كامل للاستيراد، ليش ما تستورد؟ عندها جهاز كامل للاستيراد، شعبة المنظفات وشعبة الشاي وشعبة المعلبات وشعبة الزيوت، وهناك أسعار عالمية، ومو صعبة على الشركة مثل ما كنا بال 2004 نستورد من الشركات المجهزة. انتهت عملية المفردات، قلصت، ولم توفي الشركة بالتزاماتها تجاه المواطن في شهر رمضان، ما جهزت المواطن بكل السلة الغذائية، وعدت بيض الطعام لكن البيض ما وزعته في كل المناطق، وعدت بالشعرية لكن جابوا شعرية تالفة. هذا من ضمن الأسباب، لكنه الوضع اليوم ليش سكوت رئيس الوزراء وسكوت السيد الوزير الحالي رغم أنه رجل متابع لعملية الاستيراد كله بسبب الفساد، وهذا لن يحصل
لانه لا يوجد اي محاسبه من قبل الجهات الرقابيه كهيئه نعم. النزاهه والرقابه الماليه. نعم استاذ عادل، كمتابع وتكتب دائما في هذا الشان، تقليص المفردات ورداءة نوعيه المنتجات التي تجلبها هذه البطاقه التموينيه، يعني ماذا نفهم منه؟ ماذا يفهم منه المواطن؟ هل ثمة رسالة يريد المسؤول أن يوصلها للمواطن؟ أم هي حالة إهمال وتردي واستهتار بالمواطنين المحتاجين؟ والذي قالت الأمم المتحدة بأنه ثلث الشعب العراقي يقترض ليأكل. نعم. لا الحقيقة هي مو حالة، هي حالة فساد إداري. اليوم الرز المستورد من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لا أكثر العوائل ما تأكله وتبيعه بسعر 100 دينار لذول الدوارة اللي يفترون يسووه علف حيواني، والحمص المجروش أيضا تبيعه يبيعون المواطنين لأنه غير صالح للاستهلاك. هذه عملية فساد وليست عملية قلصوا المواد والمفردات الحصة التموينية من 20 حصة إلى 4، وبسبب الفساد المستشري. قلت لك اليوم البيض وعدوا المواطن أن ينطوه طبقة بيض لكنهم ما أوفوا بالتزاماتهم. نعم. اليوم نحن نحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الجهات المسؤولة في رئاسة الوزراء أو السيد وزير التجارة الأستاذ أثير إلى عملية الشركة، وأن يكون هناك تغيير في إدارة الشركة وتغيير في إدارة المجهز. يعني ماكو داعي لأي شركة تجهز، شركة وسيطة تجهز هذه المواد. الشركة تقوم بالاستيراد مباشرة، هذا يخفض لنا مبالغ كبيرة، لكن الفساد أجعل الشركة تفكر في شركة وسيطة وهي شركة عراقية غير متخصصة تشتري المواد من الأسواق وتبيعها إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. نعم أشكرك جزيلا الأستاذ عادل الجبوري الصحفي والناشط المدني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.